أعزائنا المستمعي ألف ليلة وليلة، نرجو أن تعجبكم الحلقة الأولى من مسلسلنا الجديد بايكنز العوالم التسعة، والذي نروي لكم من خلاله أشهر أساطير الآلهة النوردية مثل ثور وأودن ولوكي. للمزيد من المعلومات عن كيفية الاستماع لباقي الحلقات، رجاء قراءة وصف الحلقة. من بلاد الثلج والجليد وموطن الفايكنج البعيد، أروي لكم أعجب الحكايا النوردية التي تناقلتها الشعوب الإسكندنافية عن آلهة وعمالقة وتسعة عوالم أسطورية. تجري أحداث القصص التي أرويها لكم ضمن تسعة عوالم عجيبة توسطتها شجرة تدعى يدغراسيل، أي شجرة العالم. وكان لكل من هذه العوالم شعب وبيئة مختلفة. ففي عالم السحاب الذي سمي أسغارد عاش آلهة الإسير مثل ثور وأودن، وعاش آلهة الفانير كآلهة الجمال فريا في فانهايم. وفي عالم البرد والظلام يوتنهايم عاش العمالقة. أما الأقزام الذين برعوا في الحرف والأشغال اليدوية فعاشوا في كهوف سفارتلفهايم تحت الأرض. أما أنا فقد عشت وحدي تحت شجرة العالم بجانب بئر سري لم يعرف عنه أحد غيري، إلى أن جاء ذلك اليوم الذي زارني فيه الإله أودن وأفسد علي عزلتي. اسمي ميمير وهذه هي قصتي. إذن أنت ميمير الحكيم صاحب السر العظيم، ها؟ عفوا، من أنت؟ وماذا تقصد؟ أي سر؟ أنا أودن زعيم آلهة الإسر، والسر الذي أقصده هو ذلك البئر الذي خلفك، بئر الحكمة الذي يمنح الشارب منه حكمة لا مثيل لها. ومن قال لك هذا؟ أعداؤك الفانير أم هي خدعة أخرى من لوكي؟ اسمع يا ميمير، دعك من المراوغة، لقد تجسس عليك غرباني لعدة أيام وأكدوا لي الأمر، وأنا زعيم الآلهة وحاكمهم، وحتما إن زادت حكمتي وبصيرتي زادت قوتي ونفوذي، فهاتي لي كوبا من بئرك العجيب حالا. آسف يا إله الإسير، لكنني أحرس هذا البئر منذ الأزل ولن أسمح لأحد أن يشرب منه، فالبئر بئري والحكمة حكمتي. يبدو أنك لا تعلم مدى قدرتي، دعني أوضح لك، اطلب ما شئت في المقابل وسيكون عندك في لمح البصر. وهنا أتتني الفكرة، سأطلب ما لا يقدر عليه أحد حتى أعجزه فيدعني وبئري ويذهب بلا عودة. هل قلت في لمح البصر؟ بل أسرع إن شئت، هيا، ماذا تريد؟ جبلا من الذهب والفضة؟ أم قصرا من الياقوت والزمرد؟ اطلب ولا تتردد. لا لا لا، لا حاجة لي بالذهب والياقوت، ولكن إن حقا أردت الحكمة بأي ثمن فطلبي حتما أغلى من الجواهر والمؤن. اطلب يا ميمير ولا تكثر الكلام، لك ما شئت. حسنا، طلبي هو إحدى عينيك التي تبصر بها، اقلعها من رأسك بيدك وارمها في هذا البئر. ولكن يا ميمير، عيني؟ عيني ذات البريق الساحر؟ عيني الزرقاء اللامعة الجميلة؟ أطلب غيرها يا ميمير، أطلب أذني، يدي، شعري، إلا عيني. أودن، هذا هو طلبي ولن أبدله، عين البصيرة مقابل الحكمة. لن أنسى منظر زعيم الآلهة في تلك اللحظة، كنت على وشك أن أضحك فرحاً لنجاحي
عندما مد أودين يده إلى عينه الزرقاء ودب أصابعه الغليظة داخلها وبدأ بسحبها من وجهه حتى انفجر الدم منها ورأيتها في كفه. هك عيني، أعطني كوب الحكمة الآن. هكذا فقد أودين عينه وحصل على لقب الإله الأعور، إلا أنه اكتسب حكمة لم يملكها غيره سواك، فزاد نفوذه وقوته واستطاع أن يضع نهاية للحرب الطويلة التي دارت بين آلهة الإسير وآلهة الفانير. عم السلام بينهم لدرجة أن الفانير أرسلوا أجمل آلهتهم فريا الفاتنة وأخاها فرير الجميل كبادرة ليسكنوا أسغارد في وفاق ووئام. وحين رآهما الإسير عمت الدهشة وجحظت الأعور، فتقدمت فريا لأودين الأعور وبابتسامة تخطف البصر قالت له: عمت مساء يا حكيم الإسير، أنا فريا وهذا أخي فرير، أرسلنا والدي نيورد زعيم الفانير لنعيش معكم في أسغارد تأكيداً للصلح والسلام بين شعبينا. وما أروعها من بادرة، فأهلاً بكما في عالمنا الذي سيزداد نوراً وجمالاً بوجودكما معنا. ولا بد أن نرد هذا الجميل لنيورد، إلا أنه ليس لدينا هنا من يضاهي جمالكما. شكراً يا إله الإسير، لكن الجمال وفير في عالمنا، وما ينقصنا فعلاً هو الحكمة، وهي كما سمعنا وفيرة لديكم. من هنا جاءت لأودين فكرة، فقرر أن يرسل أخاه البليد هونير لظن الفانير بأن أخا الحكيم لابد أن يكون حكيما، وأرسلني معه على أنني مرافقة، إلا أن دوري كان أن أهمس لهونير بالجواب الصائب كلما سأله الفانير شيئا، إلى أن جاء يوم لم أكن موجودا فيه بجانب الأبلة هونير، وكان لحظه في رفقة ملك الفانير نيورد، فطلب منه الإله نصيحته في مشاغل المملكة. هيا هونير، ما رأيك بهذا؟ انصحنا بحكمتك أعزتك الآلهة. مشكلة، إنها مشكلة، أريد بعض الوقت للتفكير. ولكن لا وقت لدينا يا هونير. لكن لحظة، دعني أفكر. هل رأى أحدكم ميمير؟ ميمير مرافقك، لما تريده الآن؟ أقول لك نحن في عجل. نعم فهمت، ولكن لا يمكنني أن أجيبك من دون ميمير. ها؟ أتقصد أن ميمير هو الذي سيجيبنا؟ أهو الحكيم الحقيقي؟ إذن فقد خدعنا أودين وأرسل أخاه الأحمق مع ميمير الحكيم لكي لا نكتشف الحيلة. حسناً، سنريه دهاءنا إذن. أحضروا لي ميمير حالاً، فإني وحق الآلهة لأقطعن رأسه الحكيم وأرسلنه إلى أودين في صندوق. ماذا تفعل؟ أبعد يدك عني. ما هذا؟ إلى أين تأخذوني؟ ابتعدوا عني، ابتعد، ابتعد عني. لا لا لا. وهكذا كان أني فقدت رأسي وحكمتي وحياتي، إلا أن أودين في هذا الوقت كان قد اكتسب من الحكمة والمعرفة ما يكفي ليكفر عن ذنبه، فبعد أن استلم رأسي في صندوق سهر ليالي طويلة يحضر خلطات من الأعشاب السحرية ويهمس بكلمات سرية لا يعلمها إلا ذو الحكمة العظيمة. أنا على قيد الحياة، أنا حي أرزق. طبعا يا صديقي، ألم أقل لك إني قادر على المستحيل؟ عاد الحياة لرأسي المبتور وخبأه في مكان مستور، وبهذا أصبحت، أو بالأصح أصبح رأسي وعظه الحكيم وكاتم سره العظيم، وبهذا أيضا شهدت كل ما كان وسأقصه عليكم ليبقى في الحسبان.
فإن أعجبتكم الحلقة الأولى من مسلسلنا الجديد فايكنجز العوالم التسعة، فبإمكانكم الضغط على الرابط الموجود في وصف الحلقة للاشتراك والاستمتاع بباقي الحلقات والحصول على الحلقات الجديدة في حال بثها.